البوينت وي اللي انا بحتاجه في عمليه الاقلاع او عمليه الهبوط ده يا شباب، انا بيتوقف على مجموعه من العوامل. اول حاجه خالص ارتفاع سطح المطار ده او المنسوب بتاعه فوق سطح البحر. يبقى انا دلوقتي ايه، عشان طبعا نتيجه كثافه الايه الهواء اللي موجود فوق مختلف عن كثافه الايه الهواء في مستوى سطح البحر، فبالتالي ده بيأثر معاك في المسافه اللي انت بتحتاجها في عمليه الاقلاع او عمليه مين او عمليه الهبوط. يبقى ارتفاع المطار المنسوب بتاعه يعني عن سطح البحر ده بيأثر على مين؟ على الطول بتاع الران واي بتاعي. انا بحتاج طول طويل شويه او قصير شويه، ايا كان الطول بتاعي بنحتاجه بيختلف على مين؟ على حسب الارتفاع بتاع مين؟ المطار او الارضيه بتاع المطار نفسها او الارضيه بتاعت الران واي بتاعي عن سطح البحر اللي موجود عندي. تاني حاجه درجه الحراره القياسيه في المطار. انا طبعا درجات الحراره بتاعتي طول السنه مختلفه، فبالتالي احنا من ايه بنشوف الايه الصفه الغالبه او درجه الحراره اللي هي الايه الغالبه في المطار بتاعي او القياسيه بتاعتي اللي انا بحتاجها كام عشان تعمل لي عمليه اقلاع وعمليه هبوط مثاليه. وبعد كده بقارن بقى من درجات الحراره اللي هي المختلفه واشوف ايه اقصى درجه حراره ممكن تاثر لي على طول المطار قد ايه، طول الران واي بتاعي درجه الحراره اللي هي بتديني الطول الاكبر. طبعا بناخد الكريتيكال مين كيس ونبدا نشتغل عليه. طيب لابد ان الممر بتاعك بيقول لك يكون في مستوى في الاتجاه الطولي، ان هو طبعا ايه يكون في الاتجاه بتاع مين بتاع عمليه الهبوط، وما يكونش فيه طبعا دورانات ولا اي حاجه من دي، فبيكون طول في الاتجاه الطول على طول او خشبي ان هو خط مستقيم. كمان ان انت بتختار زي السكشن المحاضره اللي الدكتوره اتكلمت معاكم فيها الاورينتيشن بتاع المطار، ان انت بتختار المطار في ايه في حاله مين، ان الرياح بتاعتك ما تكونش ايه مع مين مع عمليه الايه الاقلاع، تكون ضد عمليه الاقلاع عشان تساعدك في عمليه مين الاقلاع، وتكون مش عكس عمليه مين الهبوط برضو عشان ايه تساعدك في عمليه مين في عمليه اللاندنج بتاع مين بتاع الطياره. كمان الطيارة بتاعتك لازم تكون ايه بتراعي كمان من ضمن الحاجات اللي بتأثر على طول الممر بتاعك او طول الوان وين، ان الطيارة بتاعتنا تكون محملة بكامل ايه بكامل الطاقة بتاعتها. طبعا الطيارة الايه الفارغة غير الطيارة الايه المحملة من ناحية مين، من ناحية الهبوط والمسافة اللي بتحتاجها عشان تعمل عملية لاندنج او عملية مين او عملية تيك اوف. تمام. طيب احنا دلوقتي احنا عندنا بنحدد طول الممر او طول الران واي بتاع بناء على خصائص الاداء اللي الطياره بتاعتنا بتستخدمها في المطار. ازاي يعني؟ احنا اول حاجه خالص احنا بناخده عمليه النورمال لاندنج كيس اللي هي الحاله بتاعت مين بتاعه الهبوط المثاليه او العاديه خالص. الحاله ديت ان الطياره بيقول لك لازم تتوقف في مسافه من طول الممر اللي انت عامله في حوالي 60% من طول الممر اللي موجود عندنا. في حوالي كام يا شباب؟ 60% من طول الممر اللي موجود عندنا، والباقي طبعا ده كانه فاكتور اوف سيفتي بالنسبه لك. يبقى زي ما انت شايف في الرسمه اللي هي الكروك اللي قدامك ده، بيبقى فيه 15 متر كده من بدايه المطار ما بين الطياره كارتفاع يعني وما بين ارضيه مين الرولوي بتاعك، وبالتالي انت بتحتاج اللاندنج ديستانس اللي هي المسافه اللي هي بتاعت عمليه الهبوط كلها، انت بتاخد منها كام؟ 60% من اللاندنج ديستانس دي عشان الطياره بتاعتنا تقدر تعمل ايه؟ تقدر تقف في المسافه دي. تمام؟ طيب وانت طبعا خلال المسافه دي برضه بتعمل مين؟ بتعمل الرصف بتاعك، الرصف بيكون اقوى شويه في الطبقات من حيث الطبقات يعني، بحيث ان دي المنطقه بتاعت ايه؟ بتاعت الصدم اللي هي بيبقى مثلا لو الطياره محمله، لو الطياره بتاعتنا نازله بسرعه عاليه مثلا فبيبقى فيها احمال عاليه نتيجه الصدمه اللي بيحصل، فبالتالي الطبقات هنا لازم تكون طبقات ايه اقوى شويه من ناحيه مين، من ناحيه الانشائيه. طيب في الحاله بتاعه مين يا شباب، في حاله التيك اوف اللي هي في حاله الاقلاع من المطار عندنا، احنا لازم ايه يكون عندنا منطقه خاليه منين منين العوائق اللي موجوده قدامنا. لازم يكون المنطقه اللي عندنا منها يا شباب خاليه منين من العوائق. يعني ايه خاليه من العوائق؟ يعني احنا دلوقتي يا شباب لازم يكون قدام المطار بتاعتنا اللي قدام المطار بتاعنا منطقه خاليه منين؟ من الرسومات من العوائق الطبيعيه اللي موجوده عندك، زي مثلا الاشجار، زي مثلا جبال، الكلام ده كله اللي هي بعوق مين الرؤيه او بعوق الحركه بتاعت مين بتاعت عمليه التيك اوف. وفي نفس الوقت برضه ما ينفعش ان انا ابني عمارات او مباني او ايا كان اللي انا هبنيه في المنطقه اللي ايه بتاعت مين بتاعت عمليه الاقلاع، بحيث ان هي تكون منطقه خاليه ومنطقه صافيه من ناحيه الرؤيه ومن ناحيه مين ومن ناحيه الكليرنس بتاعك عشان الطياره بتاعتك تقدر ان هي تطلع منين تطلع بامان.
الاتنين كروك اللي انت شايفهم قدامك دول، ان الكروك الاولاني ده بيمثل لك عمليه مين؟ النورمال لاندنج كيس. في حاله النورمال لاندنج كيس انا محتاج مسافه 60% عشان عمليه مين؟ عمليه الهبوط. والشويه اللي باقيين من اللاند ديستنس دول يعتبروا مين يا شباب؟ يعتبروا كانهم كريتيكال مثلا ديستنس بتاعتنا، او السيف ديستنس اللي هي موجوده عندنا، اللي المفروض تكون في ايه؟ مسافه امان، عشان لو طياره تجاوزت ال 60% ديت ولا غيره، يبقى عندي مسافه امان تقدر الطياره تتحرك فيها. في النورمال برضو تيك اوف انت عندك ادي مسافه الاقلاع، في انت بتاخد 115%، يعني كانك بتزود 15% من مسافه الاقلاع. دي مسافه المفروض ايه من اولها، من اول ال 115 يعني انت ادي بدايه الران واي بتاعك. مسافه الاقلاع بتاعتك اللي انت محتاجها مثلا سي ان هي ال، انا محتاج 115% منين؟ يعني 1.15% من ال، ال 1.15% من ال ديت المفروض ده كلير واي، يعني الطريق خالي خالص، ما فيش اي مين اي حاجه خالص، تمام؟ لا في عوائق طبيعيه ولا في عوائق صناعيه. وبعد كده يا شباب احنا مسافه الاقلاع لحد ارتفاع كام؟ 10 ونص متر. انت بتاخد المسافه بقى ايه؟ حوالي 150 متر، يعني انت كانك خدت مربع كده، المربع ده 150 متر في 150 متر منين؟ من نهايه مين؟ المنطقه بتاعتنا اللي هي بتاعت ال 10 ونص متر، بتاعت ال 10 ونص متر. بتاخد منطقه 150 متر في 150 متر، بحيث ان احنا ايه؟ المنطقه ديت عشان لو حصل عطل في المحرك، لو حصل عندك اي مشكله في الطياره نفسها، تقدر الطياره ان هي تلف تاني وترجع المطار. فبالتالي يبقى انت عندك 150 متر مينيمم مربع كده كامل حوالين الطياره. الطياره لازم يكون المربع ده فاضي، بحيث ان انت ايه تقدر ان انت تعمل تيك اوف، او ممكن ترجع من التيك اوف ده ترجع تاني ايه في المطار بتاعك. يعني اي ظرف من الظروف ممكن يحصل. وكمان في خلال المسافه دي انت ممكن تقدر ان الطياره بتاعتك بتكون المحركات اشتغلت باقصى ايه؟ باقصى طاقه لها، بحيث ان هي تديك مين؟ تديك قوه الدفع اللازمه لعمليه مين؟ لعمليه الطيران. احنا بنكتبين لك هنا في الملحوظات ان في هذه الحاله لابد من وجود منطقه خاليه او منطقه توقف حتى تستطيع الطياره من تهديد سرعتها او تحضير العمليه مين الطيران مره اخرى. العمليه بتاعت مين؟ بتاعت التهدئه دي او التوقف، بتكون اللي هي الستوب واي اللي انت شايفها دي، بتكون العمليه دي في اخر المطار، بحيث ان لو حصل عطل في الطياره وهي بتتحرك ولا غيره، يبقى هي تقدر ان هي تعمل ايه؟ تعمل عمليه مين؟ عمليه ستوبنج، عمليه توقف، وترجع تاني المطار الايه؟ اللي موجوده عندنا. فلازم المنطقه اللي احنا بنقول مينيموم يعني اقل حاجه خالص 150 متر في 150 متر مربع كده من المسافه اللي هي بتاعت ال 10 ونص متر ارتفاع اللي هي موجوده هنا في الجزء ده، بحيث ان احنا ايه الطياره بتاعتنا تقدر لو حصل فيها مشكله ولا حاجه تقدر انها تلف وترجع تاني فين؟ في المطار اللي عندنا. طيب. طب احنا عايزين دلوقتي ناخد حاجه اسمها الران واي لينس كوركشن، احنا عايزين ناخد تصحيحات اللي احنا بنعملها على طول الممر او الران واي بتاعنا، الطول الاساسي اللي احنا محتاجينه، بحيث ان احنا ايه ندرك معانا مجموعه منين من العناصر، زي مثلا الفيجن اللي هو الارتفاع المنسوب سطح البحر. طيب اول حاجه هنبدا بيها الكوريكشن فور الفيجن، يعني احنا دلوقتي هناخد التصحيح نتيجه الالفيجن المنسوب بتاع سطح المطار او منسوب ارضيه المطار اعلى من سطح البحر قد ايه. يقول لك بسبب كثافه الهواء، كلما زاد الارتفاع ومن ثم تحتاج مسافه اكبر حتى تستطيع قوه الرفع بتاعت طبعا ايه الرياح بتاثر على الاجنحه عشان الطياره بتعمل عمليه اقلاع. يبقى انا دلوقتي يا شباب انا المفروض الطياره اما هي بتتحرك بسرعه ايا كانت السرعه اللي موجوده عندك دي، ايه اللي بيخلي الطياره تطير في الهواء؟ اللي بيخلي الطياره تطير الاجنحه بتاعتها. الاجنحه ديت زي ما انت بتبقى راكب عربيه كده وبتطلع ايدك من الشباك، فخلي ايدك بزاويه مين كده، هتبص تلاقي الهواء بيضرب في ايدك، بيعمل لك عمليه قوه رفع، بيرفع ايدك غصب عنك لفوق. فدي قوه الرفع اللي بتاثر على الاجنحه بتاعت الطياره وبتتسبب في عمليه الاقلاع بتاعت الطياره. عشان كل انت ما تطلع فوق كثافه الهواء مالها بتقل، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتحتاج قوه رفع اكبر ان هي تعمل لك ايه؟ تعمل لك عمليه اقلاع، وبالتالي فانت بتحتاج مسافه اطول فين؟ في الران واي اللي موجود عندنا. طيب المسافه دي قد ايه يا شباب؟ بيقول لك لابد من زياده في طول الممر بنسبه 7% كل 300 متر ارتفاع، يعني انا كل ما اكون اعلى من سطح البحر 300 متر ارتفاع بزود 7% من طول المطار.
يعني الدلتا ال واحد وليكن طول المطار اللي هو الاساسي ال بيز، ال بيز ده اللي هو طول المطار الاساسي. انا مثلا سي مديك طول المطار 1.2 من 10 كيلو ايا كان، تمام؟ فانا بقول لك يا باشمهندس انا عايز اعمل التصحيح نتيجه ارتفاع سطح المطار عن مين؟ سطح البحر. فانت بتقول لي طب الاليفيشن بتاعك كام؟ بقول لك الاليفيشن سي ان هو 600 متر فوق سطح البحر. بتقسم ال 600 على 300 تضربهم في ال بيز تضربهم في 7 على 100. ليه؟ لان احنا قلنا كل 300 ايه اللي بينظرهم؟ بينظرهم 7% ارتفاع فين؟ في سطح، في طول الممر الرئيسي. وبالتالي فطول المطار في الحاله دي بيكون ال واحد، ده النهائي بقى نتيجه مين؟ نتيجه الاليفيجن، بيكون ال واحد بتساوي ال بيز زائد دلتا ال واحد. دلتا ال واحد اللي احنا حسبناه من فوق اللي هي 7 على 100 في ال بيز في الاليفيجن، في الاليفيجن على كام؟ على 300. حد فاهم حاجه يا رجاله؟ مهندسين تمام هندسة تمام معاك. مين معانا تاني يا رجاله؟ بعد يا باشمهندس معاك يا هندسة. معاك يا هندسة. طيب احنا انتوا عرفتوا التصحيح الاولاني ده اللي هو نتيجة الاليفيجن يا شباب، احنا بنحسبه ازاي؟ تمام. بنحسبه ان احنا كله 300 متر ارتفاع فوق سطح البحر بيديني 7% زياده. يبقى انا باخد الاليفيشن اللي هو مدوني في اي مساله اقسمه على 300 اضربه في ال بيز اللي هو طول المطار الران واي الاصلي، واقوم ايه ضربه في 7 على 100. يبقى انا كده جبت التصحيح اللي هو ايه الزياده، الحته الزياده اللي انت هتزودها على طول المطار. وبعد كده بتضيفها لمين؟ لل بيز اللي عندنا. بنطلع من هنا مين؟ ال اللي هو طول الممر بعد التصحيح، طول الممر بعد مين؟ التصحيح. في عندنا كوريكشن تاني فور تمبريتشر. ففي اول حاجه عندنا حاجه اسمها ريفرنس ايربورت تمبريتشر اللي هي ار اي تي، بيدالك في المساله في حاجه اسمها ريفرنس ايربورت تمبريتشر، وهي عباره عن متوسط درجه الحراره اليوميه خلال شهر وذلك للشهر التي تكون فيه درجه حراره اكبر ما يمكن خلال السنه. انا بختار الشهر اللي درجه الحراره فيه اكبر ما يمكن خلال مين؟ خلال السنه. طيب درجة الحرارة المرجعية دي احنا بنجيبها ازاي؟ احنا بناخد متوسط درجة الحرارة اللي هو التي افريج. التي مين؟ افريج. يعني انا بشوف الشهر اقصى شهر في درجة في مثلا شهر سبعة، شهر سبعة ده بتكون اقصى درجة حرارة، بشوف المتوسط درجة الحرارة بتاعته كام؟ سي مثلا ان هي كام؟ 40. اقوم قايل زائد كام يا شباب؟ زائد تي ماكسيمم ناقص تي افريج على مين؟ على 3. يعني ناخد اقصى درجه حراره في الشهر ده، سي ان اقصى درجه حراره في الشهر ده وصلت مثلا 44 45، يبقى باخد 45 ناقص ال 40 على كام؟ على 3. واقوم مين؟ اقسمهم وجمعهم على تي افريج بيطلع درجه الحراره المرجعيه اللي احنا بنسميها الريفرنس ايربورت تمبريتشر، تمام؟ بحيث ان التي افريج متوسط درجه حراره خلال الشهر الاقصى، والتي ماكسيمم اقصى درجه حراره خلال الشهر الاي اي الاقصى، تمام؟ طيب بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك بيحصل زياده في طول الممر مقدارها 1 على 100 لكل فرق في درجه الحراره عن المتوسط، لكل فرق في درجه الحراره عن مين؟ عن المتوسط. يعني ايه الكلام ده؟ هو يعني احنا بنعمل ايه؟ بنحسب دلتا ال 2 اللي هو الفرق في الطول نتيجة درجة الحرارة بيساوي ال واحد. ال واحد ده خلي بالك وهنه، احنا لو مكمل انا في المسألة كله على بعضه ايه اللي بيحصل؟ ان انا باخد ال واحد اللي هو الناتج من التصحيح بتاع الخطوة اللي فاتت، ما باخدش ال بيس بقى، انا باخد ال واحد لان انا خلاص صححت نتيجة الاليفيجن وصلت ال واحد. باخد ال واحد اقسمها على كام؟ على 100 واضربها في تلتا دي. تلتا دي اللي هو الفرق في درجات الحرارة. طب التلتا دي اللي هو عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن تي ناقص تي اس. الا واحد باشمهندس. نعم. الا واحد دي اللي هي ال المصححه ولا ال اللي مصححه؟ اللي مصححه اللي احنا خلاص وصلنا لها، اللي احنا وصلنا لها في الخطوه اللي فاتت. اللي هي دي بص يا باشمهندسه، اللي هي ال واحد بتساوي ال بي زائد دلتا ال واحد. انا في الاول خلاص كان عندي حاجه اسمها ال بيز اللي هي اللي هو الطول الاصلي، لما انا ضفت له دلتا ال واحد بقى اسمه ال واحد اللي هو التصحيح نتيجه مين؟ الاليفيجن. بعد كده بدخل على التصحيح نتيجه مين؟ التمبريتشر. بنحسب التي اللي هي درجه الحراره المرجعيه، قلنا بتساوي تي افريج
زائد تي ماكسيمم ناقص تي افريج على 3، بحيث ان التي افريج اللي هي متوسط درجه حراره الاقصى خلال الشهر، والتي ماكسيمم اقصى درجه حراره خلال الشهر الاقصى. يعني انا بشوف اقصى شهر في درجه حراره كام؟ شهر 7، اشوف اقصى درجه حراره فيه، يبقى دي اسمها تي ماكسيمم، واشوف الافريج بتاع درجات الحراره خلال شهر مين؟ خلال شهر 7، واقوم قاسم الكلام ده على 3 واضيفه على درجه حراره متوسطه، اطلع حاجه اسمها درجه الحراره المرجعيه اللي احنا قلنا هي عباره عن متوسط درجه الحراره اليوميه خلال شهر، والشهر ده تكون فيه درجه حراره اكبر من يمكن خلال السنه. طيب قلنا التصحيح، احنا بنكمل كاننا بنعمل كوميوليتيف. كوميوليتيف على مين؟ على الطول اللي احنا صححناه في الخطوه اللي فاتت. احنا دلوقتي قلنا ان في عندنا زياده مقدارها 1 على 100 لكل فرق في درجه الحراره عن المتوسط. طب انا بحسب المتوسط ازاي يا شباب؟ الدلتا تي بتساوي تي ناقص تي اس، بحيث ان التي اللي هي المتوسط بتاعنا بتساوي التي افريج اللي هي درجه الحراره المرجعيه، يبقى التي اللي هي درجه الحراره المرجعيه. طب والتي اس اللي هي درجه الحراره الستاندر القياسيه. طب ودرجه الحراره القياسيه دي انا بجيبها ازاي؟ بجيبها عن طريق ان انا بقول 15 درجه مئويه ناقص 65 من 10000 في الاليفيجن بتاعك. 65 من 10000 فين؟ في الاليفيجن بتاعك. يبقى الاليفيجن بتاعنا سي مثلا ان هو 600 متر فوق سطح البحر، يبقى بضرب 600 في 65 من 10000 واطرحهم من 15، هيطلع لي تي اس اللي هي تي درجه الحراره الستاندر القياسيه. اطرح درجه الحراره القياسيه من التي اللي هي الاصليه، ايه اللي يحصل يا شباب؟ او تي قصدي المتوسطه اللي بتساوي تي افريج زائد تي ماكس ناقص تي افريج على 3 اللي القانون اللي فوقنا ده على طول، هيطلع لي دلتا تي. اخد دلتا تي اضربها في ال واحد اللي احنا كنا حاسبينها من الخطوه اللي فاتت، اقسمها على 100 واطلع مين؟ دلتا ال 2. يبقى انا كده يا شباب طلعت مين؟ ال ال 2 اللي هو الران واي لينس، بس بعد تصحيحين. التصحيح الاولاني اللي هو مين؟ الاليفيجن اللي كان اسمه ال 1، ضفت عليه دلتا ال 2 اللي هو التصحيح الناتج منين؟ من درجات الحراره. في كده حد عنده مشكله؟ لا تمام يا باشمهندس. لا تمام. طيب بعد التصحيح احنا صححنا دلوقتي درجه الحراره، وصححنا مين يا شباب؟ وصححنا الايه؟ الارتفاع. لابد ان انت تعمل تشيك كده. التشيك ده عباره عن ايه؟ ان انت بتقسم ال2 بتقسم ال2 ناقص ال بي على ال بي. ال2 دي لها التصحيح بعد التصحيح الحراره والارتفاع، وبي اللي هو ال بي اللي هو عباره عن ايه؟ الطول الاصلي للال الران واي اصلا اللي موجود في المساله، وتضرب الكلام ده في 100 كانك بتجيب نسبه المئويه. لازم الكلام ده يكون اقل من 35%. معنى ايه الكلام ده يا شباب؟ معناه ان التصحيحات اللي انا ضفتها لمين؟ لطول المطار الاصلي، لازم لا تزيد عن 35% من قيمه مين؟ من قيمه طول الممر بتاعنا اللي هي الاصليه اللي معطاه في المساله. طب افرض زادت، بقول له كده، بكتب له الجمله ديت. انا بسيب المساله بكمل عادي فيها خالص، وبقوم كاتب له الجمله دي. الجمله دي بتقول ايه؟ لابد من الرجوع الى عمل اختبارات ونماذج للموقع وحساب طول الممر الاساسي منه. يبقى انا ايه؟ لو التشيك ده مش مظبوط بقوم كاتب، لازم اكتب له الجمله دي، ان انا ارجع الى عمل اختبارات ونماذج للموقع بتاع الممر ونحسب منه طول الممر الاساسي تاني خالص. طيب في عندنا تاني يا شباب تصحيح ثالث. التصحيح ده نتيجه الجريدينت اللي هو عباره عن الانحدار. افرض الارض بتاعتك دي ارض جبليه او ارض مثلا مش مستويه. الارض اللي مش مستويه ديت بيحصل فيها ايه يا شباب؟ بيحصل ان الانحدار ده بيزود في استهلاك الوقود، لانه بيزود لك عمليه المقاومه، تمام؟ فبالتالي انت بتحتاج مسافه اكبر علشان تعمل ايه؟ عشان تقدر ان انت تزود ايه؟ في السرعه بتاعتك، وتبدا ان انت تعمل ايه؟ تاخد سرعه الاقلاع المطلوبه. طيب بيقول لك المعادله ايه هنا المره دي؟ بيقول لك ان كل 1% من الميل، يعني سي ان الميل ده 1%، كل 1% من الميل لابد من زياده في طول الممر مقدارها 20%. يعني انت بتزود 2 من 10 بتضرب طول المطار 1 في 1 و2 من 10 لكل 1%. لكل 1 في مين؟ في المية. طيب نحسبها ازاي؟ بنحسبها عن طريق حاجه اسمها الجي افكتيف. الجي افكتيف اللي هو الميل المؤثر. الميل المؤثر ده شباب اللي هو عباره عن مين؟ الميل المؤثر انا بشوف ماكسيمم ليفيجن، يعني اقصى ارتفاع. المطار بتاعنا شباب مناسيب. يعني ايه مناسيب؟ يعني
انا لو مرقم المطار ده استيشنات، يعني استيشنات يعني ترقيم، يعني الكيلو واحد، الكيلو اثنين، الكيلو ثلاثة، الكيلو اربعة، الكيلو خمسة، وهكذا وانت ماشي ايا كان بقى الترقيم بتاعك. انا ممكن اقسم كل كيلو، في ناس تاني ممكن تقسم نص كيلو، في ناس تاني ممكن تقسم كل 100 متر. في هو اسمه ترقيم. ترقيم يعني ايه؟ يعني كل مسافة ثابتة، يعني انا زيرو وبعدين 100 متر، 200 متر، 300 متر، 400 متر، ده اسمه ترقيم. انا مدي للمطار تنسيب، تنسيب في الاطوال. تمام. طيب احنا بنعمل ايه؟ بنشوف المناسيب بتاعه المطار بتاعنا، المناسيب بتاعه المطار، باخد ماكسيمم اليفيجن واخد مينيمم اليفيجن، اطرح الماكسيمم اليفيجن ناقص المينيمم اليفيجن واقسمهم على مين؟ على ال2 اللي هو الطول نتيجه التصحيحين اللي فاتوا مش الطول الاصلي، وبعدين اضرب الكلام ده في 100. بعد ما ضربت الكلام ده في 100 بكده حسبت حاجه اسمها جي مين، جي افكتيف. بعد ما حسبت الجي افكتيف بدخل احسب دي ال3 اللي هو الفرق، الفرق فين؟ في الطول اللي انت هتضيفه ل ال2 عشان تاخد ال3 الجديد. دلتا ال3 بتساوي 20 على 100 في ال2 في الجي افكتيف، والجي افكتيف ديت انت بتعوض عنها برقم في المية. بنعوض عنها كمان شباب برقم في المية. طب ليه بنعوض عنها برقم في المية؟ لان انا قايل لك في الاول ان كل 1% من الميل، كل 1% من الميل انا بزود له 20% في الطول. 1% لكل 1% فين؟ في الميل، بنزود له 20% فين؟ في الطول. وبالتالي ال3 بتساوي ال2 زائد دلتا ال3، الدلتا ال3 اللي انت حسبتها من المعادله اللي فاتت. تمام. وبتقرب، يتم تقريب طول الممر في النهايه الى اقرب 50 مين؟ 50 متر. خلي بالك من الكلام ده، يعني انا مثلا طلع لي سيم طول المطار 1522، مفيش حاجه اسمها 1522، بتخليه 1550. طلع لك 1576، مفيش حاجه اسمها 76، بتخليه 1600 متر. تمام. طيب اللي قدامك ده عباره عن ايه يا باشمهندس؟ اللي قدامك ده عباره عن بلان وكروس سكشن لمين؟ للران واي. بلان وكروس سكشن للران واي. تمام. المنطقه اللي في النص اللي انت شايفها ديت هي دي منطقه الرصف. تمام. والمنطقه دي يا شباب ايه اللي هي بتاعه مين؟ اللاندنج، قصدي المنطقه دي بتاع الشولدر اللي هي حوالين مين؟ الشولدر ده هو مسافه كده يا شباب انت بتاخدها حوالين الايه، المنطقه بتاعه الران واي، بحيث ان انت بتامن نفسك لو الطياره خرجت عن المسار تكون ايه، ما تنزلش على ترابه، يعني ايه يحصل ان في مشكله في الارضيه نفسها ما تتحملهاش ولا غيره. وفي عندك حاجه اسمها اكستندد سيفتي ران واي اريا في البلان زي ما انت شايف كده، دي منطقه بعد ما يكون خط الطول بتاع الران واي بتاع اللي انا ايه محتاجه، باخد اريا كده في السيفتي. الاريا السيفتي دي يا شباب اللي بيحصل الغرض منها ان هي منطقه تكون ممتده، بتامن لك مين؟ عمليه مين برضو؟ الاقلاع والهبوط. طيب ده في البلاد. المسافات زي ما انت شايف على الرسم كده ان الران واي بيكون طوله في حدود حوالي 150 متر، والمطار كلته كده يعني المنطقه اللي هي بتاعت السيفتي كده اريا بتكون في حدود 240 متر، و60 متر بتكون المنطقه ما بين النهايه وما بين مين؟ بدايه المنطقه بتاعت السيفتي اريا. 1.5% دي الميول، الميول بتاعتنا كماكسيمم، و2.5% دي ميول الشولدر، و9% ماكسيمم دي الميول بتاعت مين؟ بتاعت المنطقه الترابيه، ده في الكروس سيكشن بتاع مين؟ بتاع المطار. يعني كانك خدت قطاع بالعرض كده وبصيت على شكل. طيب نخش ناخد مساله عشان نفهم الايه الكلام بتاعنا ده. بقول لك المساله دي في الشيت رقم 3، اللينس اوف ران واي اندر ستاندرد كونديشن 1500 متر، يعني تحت الظروف المثاليه كان اللينس بتاع الران واي بتاعك 1500 متر. الايربور از تو بي بروفايدد ات ان اليفيجن اوف كام؟ 110. يعني المطار بتاعنا تم انشاؤه على منطقه ارتفاعها عن سطح البحر كام؟ 110 متر. طيب the airport reference temperature كان مديكنا الايه؟ reference temperature على طول بتاعتنا بكام؟ ب 22 درجه مئويه. the construction plan include the following data، اللي هي خطه الانشاء بتاع المطار بتشمل البيانات الاتيه.
ايه هي البيانات الاتيه اللي موجوده عندك يا باشمهندس؟ بيقول لك ايه جدول مديهولك، مديك الميل الموجب 1 سالب 2 من 10 موجب 1 موجب نص موجب 1 سالب 3 من 10. المسافات امتى؟ هو مديك موجب 1 من اول 0 لحد 300 متر، وسالب 2 من 10 من سالب 2 من 10 ده في المية، خلي بالك، والواحد ده 1%، والنص ده في المية، والواحد ده برضه في المية، تمام؟ طيب ديك المسافات من اول كذا لحد كذا، يعني من 0 ل 300 كان الميل 1%، من 300 ل 900 كان الميل سالب 2 من 10، يعني نازل 2 من 10% تحت، نص من 900 ل 1500، وبعدين 1 من 1500 ل 1800، وبعدين سالب 3 من 10 1800 2000 وكام؟ ل 2100. طيب المعطيات اللي مديها لنا في المساله، الراجل قال لك اللي ايه اللي بيز 1500 ومديك يا باشمهندس الفيجن بتاعك 110، ومديك التمبريتشر اللي هي كتير ريفرنس تمبريتشر بتاعتك بكام يا باشمهندس؟ مدالك ب 22 درجه مئويه. طيب طالب منك مين؟ ال اكشوال. يبقى انا اول حاجه هعملها اعمل تصحيح نتيجه مين؟ الفيجن. احنا قلنا كل 300 متر بيدينا تصحيح كام؟ 7% من اللينس بتاعنا. يبقى انا احسب الدلتا ال اللي هي الزياده في الطول 7 على 100 في ال بيز في الالفيجن على كام؟ على 300. ادي 7 على 100 ال بيز بكام؟ ب 1500 في المساله، في 110 على كام؟ على 300، هديني 38 وايه؟ 38 ونص. تمام؟ معايا شباب؟ معلش معايا معاك يا هندسه. طيب يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنحسب الدلتا ال 7 على 100 في ال 1500 في مين يا شباب؟ في 110 على 300، هيدينا 38 ونص. يبقى انا ال ال1 اللي هو التصحيح نتيجه مين؟ في طول المطار نتيجه الاليفيجن وارتفاع المطار عن سطح البحر بيساوي 1500 زائد 38 ونص، هيدينا 1538 ونص. طب هنخش على الكوريكشن الثاني بتاع التمبريتشر. هو مديك الريفرنس ايه؟ تمبريتشر بكام؟ ب 22 درجه على طول مدالك في المساله، مش هتحسبها انت. طيب التي اس اللي هي الستاندر ايه؟ تمبريتشر بتساوي 15 درجه ناقص ال 65 من 10000 في الفيجن، الفيجن اللي هو 110 هتطلع لك التمبريتشر الستاندر بكام؟ ب 14285 درجه سليزيوس. يبقى انا هعمل مين؟ دلتا تي اللي هو الفرق في درجات الحراره عباره عن 22 ناقص 14285 من 1000، هيديك 7715 درجه سليزيوس. كل زياده في واحد في واحد في الدرجه سليزيوس ايه اللي بيحصل يا شباب؟ بيحصل انكريزنج في مين؟ انكريزنج في اللينس مقدار 1%. طب انا عايز اجيب الدلتا ال 2، الدلتا ال هتساوي ايه؟ 1 على 100 اللي هو الزياده في الطول في ال 1538 اللي هو الطول المصحح. انا بعمل كوميوليتيف، فعشان كده خدت الطول الايه؟ الطول المصحح اللي انا اشتغلت عليه فين؟ بتاع الاليفيجن. بعد كده بضرب في مين؟ في الفرق بتاع درجات الحراره. طلع لي كام يا باشمهندس؟ طلع لي 118.7. 118.7 اضيفهم على كام؟ على 1538 ونص، هيطلع لي طول الايه؟ الكوريكشن او طول المطار في الحاله الثانيه بعد التصحيح الثاني اللي هو ال 2 قيمته كام يا باشمهندسين؟ قيمته 1654.2. تمام؟ بعد كده بندخل على حاجه اسمها التشيك اللي احنا قلنا عليه، التشيك بتاع الكوريكشن بتاعنا. باخد ال 2 اطرح منه ال 1500 اللي هي ال بيز في الاول، اقسمه على 1500 اشوف الزياده مقدارها كام. الزياده طلعت 10.3، هي اقل من 35، يبقى احنا كده في السيف سايد، يبقى الزياده اللي انا زودتها مالها؟ في السيف سايد. طيب بعد كده هنخش على الكوريكشن نتيجه مين؟ الميول. نتيجه الميول، الميل الاولاني من 0 لحد كام يا باشمهندس؟ من 0 لحد 300 كان الميل طالع لفوق زي ما انت شايف كده 1%، وبعدين من 300 لحد 900 كان نازل 2 من 10، وبعدين الميل من هنا لهنا كام؟ كان كام يا باشمهندس؟ طالع ايه؟ 0.5%، وبعدين طلع كمان 1 من 10، وبعدين نزل كام؟ نزل 3 من 10 لحد ال 2800. تمام؟ طيب كل اللي عليك انت بتعمل ايه عشان تجيب حاجه اسمها الجي افكتيف اللي هو الانحدار المؤثر عندك في المطار؟ بجيب الماكسيمم الفيجن، اقصى الفيجن عندي اللي هو كام يا باشمهندسين؟ 117.8. طب انا حسبت الكلام ده ازاي يا باشمهندسين؟ اللي قدامنا ده ال 110 و 113 و 111.8، 114.8، 117.8، 116.9.
بص كده خليك معايا، لو انا اعتبرت ان الزيرو هنا، لو انا اعتبرت ان الزيرو في المكان ده اللي هو في البدايه خالص وال 300 في المكان ده، يبقى المسافه الافقيه دي كام يا باشمهندسين؟ 300 متر، مظبوط؟ الناس معايا؟ يبقى المسافه الافقيه دي كام يا باشمهندسين؟ 300 ايه؟ 300 متر. يا شباب معاك يا باشمهندس؟ معاك يا هندسه. طيب المسافه ال 300 دي اضربها في كام؟ بواحد على 100 اللي هو الميل الاعلى، صح؟ ايوه هندسه. يبقى انا يبقى المنسوب عند النقطه اللي هي عند 300 بالظبط عند الماوس هنا بكام؟ اضيف 3 على 110 عشان الزيرو كان 110 اللي هو ارتفاع مين؟ ارضيه المطار عن سطح البحر، كان هو مديلك في المساله 110 مظبوط؟ انا زودت 3% انحدار الاعلى، يبقى انا 100 كام؟ 113. طيب المسافه من 300 ل 900 كام؟ 600 متر. 600 اضربهم في ميل نازل لاسفل كام؟ 3.2. الله ينور عليك، لما تضرب في سالب 2.10 هيطلع لك كام؟ بواحد واتنين من عشرة بس بالسالب. ايوه هتطرحهم من 113 هيطلع لك المنسوب هنا كام؟ 111.8 مظبوط. الناس تتواصل معايا بالله عليكم؟ معاك يا هندسه تمام. طيب بعد ما وصلنا لحد 111.8 انا عندي انحدار لاعلى نص في الميه، ماشي يا محمد طارق؟ الناس شكلها فاتحه كده وخلاص مش موجودين. ايه محمد طارق يا هندسه؟ محمد طارق عبد الحميد. مرحبا بحضرتك يا هندسه. يا حمد انت كنت نايم ولا يا حمد؟ والله يعني ما انتش كويس فتلاقيني مصحصح. طب صحصح يا حمد عشان احنا بس خلاص يا حمد. كل سنه طيب يا حمد، الصيام كده صيام يا حمد. وانت طيب وتكون دايما هندسه يا رب. ماشي يا حمد. احنا دلوقتي عندنا 111.8 عند النقطه اللي هي بدايه ال 900، من 900 ل 1500 دي مسافه قد ايه يا شباب؟ 600 متر برضه مظبوط؟ 600 متر دول انحدارهم لايه؟ نص في المية. لما اضرب نص في 3 في 300 هيديني كام؟ نص في المية هيديك 3 متر في الارتفاع. يبقى هنا عند ال 1500 بدايتها هنا عند الماوس كده 114.8 زي ما انا مشاور لك كده بالسهم الصغير. بعد كده برضو في ميل 1.10 طالع لفوق، هضربه في كام؟ في 300 اللي هو الفرق ما بين ال 1500 و 1800، هيطلع لك هنا كام؟ هزود برضو على 114 3 متر، هيطلع لك 117.8. وبعد كده انحدار لاسفل قيمته كام؟ 3.10 من 1800 ل 2000 وكام يا باشمهندسين؟ ل 2100. طيب من 1800 ل 2100 دي مسافه قد ايه؟ 300 برضو، هيطلع عندك الفرق كام؟ 3.10% من الاسفل، هيطلع عندك كام؟ 9.10. هتطرح 9.10 متر، هتطرحهم من كام؟ من 117.8 هيطلع لك كام؟ 116.9 كده. انا جبت المناسيب كلها فين؟ عند النقط الاستشينات او عند نقط الترقيم اللي هي بدايات مين ونهايات مين؟ الاطوال اللي مديها لي في الجدول. حلو الكلام؟ اخد ماكسيموم اليفيجن، مين اعلى منسوب عندك؟ 117.8. طب ومين اقل منسوب؟ 110 اللي هو منسوب اللي هو مدوني في المساله بتاع مين؟ ارضيه المطار خالص اللي عند الزيرو. يبقى الفرق في المناسيب بكام؟ بال 7.8. طب ال ال 2 احنا كنا التصحيح جايبينه كام؟ 1654.2. احنا بنقول كل زياده 1% في الميل بتساوي 20% فين؟ في الطول. بينظر 20% في الطول، يبقى 20 على 100 ف 1645 اللي هو ال 2 من التصحيح. الجي افكتيف بكام؟ 7.8 على الطول اللي هو 1654.2 في 100. يبقى من هنا يا شباب ممكن نحسب مين الزياده في الطول كام طلعت لنا؟ طلعت لك 156 متر.
هتضيفهم على 1654.2 اللي هو الطول الناتج من التصحيح اللي فات، تمام؟ يبقى انت كده تطلع مين؟ هيطلع طول المطار اللي موجود عندك. حلو الكلام؟ في حد كده عنده مشكلة في المسألة؟ يا شباب تمام يا هندسة، معاك يا هندسة، تمام يا هندسة. كده احنا جبنا اللي 3 اللي هو الطول النهائي خالص، ماشي الكلام؟ طيب في مسألة تانية عندك بيقول لك ايه؟ The proposed mean longitudinal section along the center line of a runway is a as follow. يعني السكشن بتاع المطار بتاعنا من خلال السنتر لاين بتاع الرانوي كان شكله عامل زي ما انت شايف فين في تفاصيل المساله. بيقول لك if the station are located a regular interval mean of 30 meter. يعني كان بيقول لك ان لو كانت الاستيشنات بتاعتك متاخده كل 30 متر فترات كل كام؟ كل 30 متر. Determining the effective gradient. عايز منك الـ effective mean، الـ effective gradient. طيب هنجيب بقى الـ effective gradient بتاعنا ازاي يا شباب؟ هنجيب اللي هي المسافة بين كل ستيشن والتانية ونضرب في الميل. الله ينور عليك، ماشي يا باشمهندس. بص كده يا باشمهندس، هو دلوقتي بيقول لي ايه الستيشن الاولاني من 0 ل 8. من 0 ل 8 ده مش ارقام، مش 8 متر، ده 8 ستيشن. الستيشن الواحد بكام يا رجاله؟ ب 30 متر. يعني انا بضرب 8 في 30 في الاولانيه. 8 ب 30 يعني حتى لو انت ملاحظ انا كاتب لك كده كاتب قلم رصاص ان دول 240 متر الشويه الاولانيين دول، والشويه اللي بعدهم من 8 ل 15. من 8 ل 15 كام؟ 7 ستيشن. 7 في 3 بكام؟ ب 21، يبقى 210. واللي بعدهم كام؟ 15 ستيشن. 15 ستيشن بكام؟ ب 450 متر. واللي بعدهم كام؟ 15 ستيشن ب 450، والشويه الاخيره خلاص برضه 15 ستيشن ب 450. حلو الكلام؟ طيب نفس الوضعية برضو الـ base نفسه احنا جبناه عن طريق مين؟ ان احنا خدنا من 0 لحد 60 ستيشن، يعني كل المطار كله كام؟ 60 ستيشن. الستيشن الواحد كام؟ 30. يبقى المطار كله كام طوله او الرانوي؟ 60 في 30 ب 1800 متر. يبقى ده الـ base بتاعنا، تمام؟ طيب الجي افكتيف كانت بتساوي مين؟ الماكسيمم اليفيجن ناقص المينيمم اليفيجن على الال بيز في 100. الال بيز عندنا جبناه 1800، فاضل لنا الماكسيمم اليفيجن والمينيمم اليفيجن. نفس الطريقه اللي فاتت، انت هتاخد المين عندك الطول 240 متر وادي الميل اهو. ممكن هنا لو انت افترضت ان الاولانيه دي فرض من عندنا ان الاولانيه دي منسوبها زيرو، الاولانيه دي منسوبها كام؟ زيرو. تاخد اللي بعدها ممكن تحسب مين؟ الاليفيشن عندها ازاي؟ 240 في 1.25 على 100 هيديك الاستيشن هنا، الاليفيشن هنا. وبعدين تاخد 210 في سالب 1 من 100 على 100 هتجيب الاستيشن هنا. وبعد كده هتاخد الميل الثاني اللي هو نص في المية طالع، هتضرب في كام؟ في 450 هتجيب الاستيشن الاليفيشن هنا. وبعدين تضرب في 450 تجيب الاليفيشن هنا. وبعدين تضرب في 450 في الميل تجيب الاليفيشن هنا. طبعا كل ده تراكمي مع بعضه، هتلاقي نفسك بتجيب مين؟ الماكسيمم اليفيجن 5.85% والمينيمم اليفيجن بكام؟ بزيرو. يبقى الديفرنس بكام؟ ب 5.85. يبقى الجي افكتيف اللي هو الميل اللي ايه؟ الفعال عندك 5.85 على 1800 في كام؟ في 100، هيطلع لك كام؟ 32.5% او كام؟ 325,000 قصدي في المية، تمام؟ في ملحوظه مهمه بقول لك لو ايه؟ لو كانت البيانات في صوره جدول وبيه درجات حراره طول السنه، احنا بنشتغل ازاي عشان نطلع الريفرنس تمبريتشر؟ بناخد اقصى شهر في السنه، بنشوف مثلا جينيوري، فبراير، مارش، ابريل، مايو، جونيو، جوليو، ايا كان الشهر اللي موجود عندك، ونقوم واخدين مين؟ واخدين درجات الحراره اللي عندك. واخدين درجات الحراره فين؟
بشوف اقصى شهر في درجات الحراره واقوم معين تي ماكسيمم فيه والتي افريج عنده، يعني اخد درجه الحراره القصوى ودرجه الحراره المتوسطه خلال الشهر ده، واقوم مطلع من هنا مين التمبريتشر ريفرنس ايربورت او اوف ايربورت اللي هي درجه الحراره المرجعيه للمطار اللي هي عباره عن تي افريج زائد تي ماكسيمم ناقص تي افريج على كام؟ على 3، وذلك للشهر الايه الموجود. ماشي يا رجاله؟ في كده حد عنده مشكله؟ اخر حته تانية بس يا باشمهندس معلش، اخر حته تانية. انا دي تكمله على التصحيح بتاع درجات الحراره، دي ملحوظه مهمه، اصل في المساله اللي احنا خدناها اداك مين درجه الحراره المرجعيه على طول، تمام؟ افرض بقى ما اداكش درجه الحراره المرجعيه واداك والدكتور ادتك جدول كده، الجدول ده زي ما انت شايفه كده في الشهر وادي التمبريتشر، في حاجه اسمها المين افريج ديلي والمين ماكسيمم ديلي اللي هي درجة حرارة المتوسطة خلال اليوم ودرجة الحرارة القصوى خلال اليوم، تمام؟ ايوه تمام. بقول انا واخد اقصى شهر في السنة، اقصى شهر في السنة اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان المتوسط بتاعه عالي وان الماكسيموم بتاعه عالي، الاثنين مع بعض. ايوه. بعين درجة الحرارة المرجعية ازاي؟ من القانون اللي هو بيقول لك ان التي افريج بتاعتنا بتساوي التي ماكسيموم ناقص التي افريج على كام؟ على 3. تمام. واخد التي ريفرنس دي اشتغل بيها في المساله بتاعتك. خلاص تمام يا هندسه. في حد كده عنده مشكله؟ يا شباب حد عنده مشاكل في السيكشن بتاع النهارده؟ تمام يا هندسه تمام. السكشن اللي جاي بقى امتى يا شباب؟ عايزين تاخدوا سكشن امتى ان شاء الله؟ ما هو احنا حظنا حلو ان احنا عندنا اعياد ياما في الميعاد بتاعنا.